بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم معنا في الحياة اليوم، يوم جديد 1/1/2015، بداية سنة جديدة يا رب إن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا كلنا وتكون فيها كل الخير ويعني والأحداث الكويسة بإذن الله. وإن شاء الله يعني بداية طيبة وتدعو للتفاؤل. أول يوم من أيام السنة الجديدة بنشهد الاحتفال بمولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، الاحتفالية اللي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليه خطاب مهم هنقول لحضراتكم أجزاء منه دلوقتي، وبنتكلم طبعا على دور الأزهر الشريف في المرحلة اللي جاية. لكن خلوني قبل ما نتكلم على الأخبار والفقرات أو المواضيع الرئيسية اللي هتكون معانا النهاردة هنتكلم عن أنه ما ينفعش نبتدي سنة جديدة، ما ينفعش نتكلم في المستقبل من غير ما نتكلم عن الشباب، الشباب ودور الشباب، والشباب شايف إزاي الوضع الحالي في البلد ومسؤوليته في الفترة اللي جاية. إن شاء الله النهاردة هيكون معانا نماذج متميزة من الشباب من مرجعيات وخلفيات مختلفة، مهم نسمعهم، مهم نعرف رؤيتهم عن بكرة بإذن الله. الفقرة الثانية بقى مش هتكون عن بكرة، لكن هنفكركم بمبارح، هنفكركم ونفكر يعني تحديدا جيل الثمانينات والتسعينات، الأغاني والمزيكا اللي كنا بنسمعها وقتها، ومدعو للفقرة دي الجيل ده، ومفيش مانع أبدا برضو جيل الشباب الصغير يعني يشوف كده ويبص علينا ويشوف احنا كنا بنسمع ايه. النهاردة هيكون معانا، وكن كل خميس بنحاول دايما كده يكون معانا فقرات مختلفة ومختلفة عن السياق العام، فهنشوف النهاردة معنا بإذن الله النجم الفنان حسام حسني، اللي كان أغانيه طبعا كان كل الشباب في الوقت ده بيسمعها وبيرددها، ولسبب أو لآخر ابتعد عن الساحة الفنية، وعرفنا آخر الأخبار أنه راجع مرة تانية وبيحضر لأغاني، مش عارفة بقى هيكون شكلها عامل إزاي. نسمع منه النهاردة، وهيكون ضيفنا ومعاه فرقته بإذن الله، نغير شوية من الإيقاع. نبتدي بقى بالأخبار اللي حصلت النهاردة، بداية من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال الاحتفالية النهاردة حمل مسؤولية تجديد الخطاب الديني والدعوة بالحسنى للأزهر الشريف، ودعا لثورة دينية لدعم خلق الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وتغيير المفاهيم الخاطئة وتصحيح الأفكار والمفاهيم التي ليست من ثوابت الدين. الرئيس قال كمان ووجه خطابه لدكتور أحمد الطيب فضيل الشيخ الأزهر إن هم والدعاء مسؤولين أمام الله عن تجديد الخطاب الديني وتصحيح صورة الإسلام. والرئيس طبعا شهد الاحتفال ده اللي بتنظمه وزارة الأوقاف بالمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات، وطلب إنه يعني نتخلق ونتحلى بأخلاق الرسول وإعمال سنته والتعايش مع الآخر، ووجه التحية للمسلمين بهذه المناسبة العطرة وللأقباط أيضا بمناسبة أعياد الميلاد. وأكد الرئيس على أن الإرهاب لم ينتشر إلا في ظل تفرق الأمة، فبالتالي شفنا أعمال العنف أمام العالم وأثر ده على سمعة المسلمين. معانا جزء من كلمة الرئيس نتابعها مع حضراتكم. كنا تكلمنا قبل كده عن أهمية الخطاب الديني، وأنا هرجع وأقول إن إحنا مش متحركين في ده. الخطاب الديني الحقيقي، الإشكالية مش موجودة أبدا في عقيدة، الإشكالية ممكن تكون موجودة في فكر. الفكر ده يقدس بينا، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. الخطاب الديني اللي نقصده اللي هو بيتناغم مع عصره، وده التجديد اللي بيتعمل على كل رأس 100 سنة أو أقل. يمكن إزاي إن احنا نعمل، أنا بكلم هنا على أهل الدين والمسؤولين عنه، لازم نتوقف كثيرا الحقيقة، نتوقف كثيرا على الحالة اللي موجودة، وأنا اتكلمت في الموضوع ده مرة واتنين الحقيقة قبل كده، نتوقف كثيرا قدام الحالة اللي احنا موجودين فيها. مش معقول يكون الفكر اللي احنا بنقدسه ده يدفع بالأمة دي بالكامل إن هي تبقى مصدر للقلق وللخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها. مش ممكن يكون الفكر ده، أنا مش بقول الدين، أنا بقول الفكر ده اللي تم تقديسه، نصوص وأفكار تم تقديسها على مئات السنين وأصبح الخروج عليها صعب قوي، لدرجة إن هي بتعادي الدنيا كلها. يعني 1.6 مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها 7 مليار عشان يعيشوا هم؟ مش ممكن. الكلام ده أنا بقوله هنا في الأزهر، هنا أمام رجال وعلماء الدين
والله لأحاجيكم يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى على اللي أنا بتكلم فيه ده دلوقتي. أنت مش ممكن تكون وأنت جواه حاسس بيه، مش ممكن وأنت جواه تكون حاسس بيه، لازم تخرج منه وتتفرج عليه وتقرب فكر مستنير حقيقي. ده أنت محتاجين تتوقفوا بشدة، وأنا بكلم بقول تاني إحنا محتاجين ثورة دينية. فضيلة الإمام، أنتم مسؤولين أمام الله، الدنيا كلها منتظرة منكم، الدنيا كلها منتظرة كلمتكم.